بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على حبيبكم النبي. اللي يشوف الفيديو ده يا جماعه يوحد الله. انا معايا النهارده تفاحتين، الخليط العالي بتاع الغلاب، صنف وجلد، ودور على يوم البيع قبل يوم الشراء. وصلوا على حبيبكم النبي، وكل عام وانتم بخير، وربنا يجعله عيد مبارك علينا ان شاء الله. معايا اول واحده وراها ذكر، شاب فريزيان بس من الممنوعات، تالت ولد وراها ذكر. القشطين الابيض في احمر ده، الكهل القشطين ده، اللهم صل عليك يا نبي. بس ديت اللي بتتقاس بالمتر، اللي بتطرح لتحت زي البطاطا ده، اللهم صل على النبي. واللبن 22 كيلو. اي راجل جدع هيجي نورنا سلمه 22 كيلو في الشاب الفريزيان ده، اللهم صل على النبي. اللي بيشتر ما وراهوش شر. والعروق بتاعت اللبن اهي، من ورا ومن قدام. صلوا على حبيبكم النبي. قلنا وراها الذكر وتشبى تالت ولد، واللبن 22 كيلو. معاها التانية ده اهي، الصنف والجلد ده، المكعبة ده اهي، اللي اصحابه والله ما هي. لا يا الله، واقف على ورق بنجر. صلى على حبيبك النبي. الشابة دي تالت ولد يا جماعة برضك، وراها الذكر، وراها الذكر الباشا ده، اللهم صل على النبي. واللي بيشتر ما وراهوش شر اهو، البزازه اهي اهي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. العروق يا ابني اهي، بس ده باين خليط، بس باين مواصفات، باين بص جلدها عامل زي ورق السيجاره اللي بتشد ورا متر ده، اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. وحدوا الله. لبن الشابة ده يا جماعة 20 كيلو، 10 و10. وصل على حبيبك النبي. يلا اسحب لنا يا ابني كده اول واحدة. افتح السن قبل ما تسحب كده، افتح السن، افتح ارفع اهو تبقى قفلة جديدة، قفلة جديدة. اسحب يا، صل على حبيبك النبي، صل على حبيبك النبي. اطلعي اطلعي يا بت يا وحشة، اللهم صل على النبي، اللهم صل. عايزك تتمختري كده، دور على يوم البيعة قبل يوم الشراء يا عبيط، وصل على حبيبك النبي، وربنا يجعله شهر مبارك علينا ان شاء الله. اتمتعي كده، عايزك تتدلعي كده وانت بتشطر كده، ربنا ما يوديكي بيت بخيل يا رب. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. خش يلا، خش خش بالبطة دي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بقولنا وراها ذكر، واللبن 22 كيلو، وان شاء الله في ازيد. يلا اسحب التانية دي، اسحب. والله انا شاروهم من راجل واحد، والباين ديت طالعة من عند راجل واحد. اللهم صل عليك يا نبي. واحد واحد، قوله جلد وصنف يا ابن العبيطة، غزالة ماشية على الأرض. والله الباين من التليفون ما هو حقيقي. اللهم صل على النبي. افتح السن كده، افتح السن برضه، خلي الناس تتمتع. اللهم صل على النبي، قول له البز قد الأرض. افتح يا ابني، افتح، اجمع اجمع
وانا يقول لك الفحم حتى الحاجة اجمد. ايه والله بتسوي لسه يا جماعة، حتى لسه الخنصر في جنب اهو ما سواش. اسحب يا ابني، افتح كده يا ابني، خلي لك افتح اجمع. عدتش قدر ولا ايه؟ يلا عم اسحب كمان نوبة كده عشان الناس تحق. اسحب واحد الله كده، اسحب واحد الله، قولوا بهيم صحتها سليمة، ربنا ما يوديهم بيت بخيل يا رب. اسحب تعالي، اسحب كده اهو، طول كده اهو، طلع عشان الباقي الناس تحق المال كده. تعالي اللهم صل عليك يا نبي. البهايم دي يا جماعة ب72,500 بهايم، تالت موسم اللي وراهم، وراهم ذكورة بهايم مخلفة، وبهايم تعمر البيوت، وبهايم مش ناقصة الا العلفة والكرة بس. اللهم صل على النبي. سيبهم يا ابني، بهايم الفتحة والبوز ينباعوا في أي وقت. اللهم صل على النبي. بهايم ده يا جماعة ب72,500، وصل على حبيبك النبي. اهو وانا مريلكوا كل حاجة اهو، العمة والسن والحليب. ايه يا ابني كده فتح كده، انا عايز الناس تتمتع كده. هتعرف تمتعهم وتعلمهم الحليب ولا ايه؟ اقعد يا ابني، عاوزك تربع كده وتمتع عشان يبقى ايه، فرجنا الناس وما حرمناهمش من اي حاجة. ايوه كده، حط العلبة كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عاوز الشيخ ما يخرم العلبة. اللهم صل عليك يا نبي. يلا التاني، يلا التاني، يلا عشان ما نطولوش على الناس.